نالت السيدة مجد شرباجي الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة المقدمة من الحكومة الأمريكية على أن تسلم من قبل ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي في عيد المرأة العالمي يوم 8 آذار الجاري. وتوجه الجائزة سنويا للنساء التي قدمن دورا استثنائيا في بلادهن وأبرزن كفاءتهن كقياديات من أجل حقوق المرأة وتقدمها في المجتمعات التي ينتمين إليها. مجد عزت شربجي من مواليد داري غرب دمشق 1981، هي عضو الهيئة العامة الاستشارية في جريدة عنب بلدي وواحدة من مؤسسيها، وتكتب تحقيقات دورية فيها، كما شاركت في نشاط المدني للثورة السورية منذ انطلاقتها في آذار 2011. اعتقلت بتاريخ 31 كانون الثاني 2012 وأفرج عنها بعد 7 شهور في 17 تموز 2013، بينما اعتقل زوجها عبد الرحمن كمون في نفس اليوم أثناء مراجعته لفرع المخابرات الجوية للإفراج عنها، إلا أنه استشهد تحت التعذيب وتسلمت نبأ وفاته قبل أشهر. تابعت شربجي العمل في مجال تمكين المرأة السورية إثر خروجها من المعتقل، وافتتحت مركز النساء الآن في لبنان في 3 كانون الثاني 2014، لتصبح بعدها ممثلة عن منظمة النساء الآن من أجل التنمية، التي افتتحت 5 مراكز في سوريا ودول الجوار ومديرة العلاقات العامة فيها. وتقول مجد أن نيلها الجائزة يعود إلى استمرارها في العمل المدني والدفاع عن حقوق النساء والمعتقلين رغم الظروف الصعبة التي مرت عليها في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى المقالات الاجتماعية التي تلامس قضايا النساء السوريات وتحكي همومهن. وأكدت أنها مؤمنة بأن الحل يكون في توعية الشعب السوري لحجم قضيته، مردفة: أحب عملي إلى جانب المرأة السورية في لبنان وبالقرب من معاناتها رغم الفرص التي حصلت عليها للجوء إلى أوروبا. طبعا معنا مباشرة بنت بلدي، يعني اللي بدي أقول إنه هيك بملوة تم مثل ما بيقولوا، بنت بلدي، بنت دارية، القلعة، قلعة الثورة، مجد شربجي، سيدة اللي يعني رفعت راس إلى الآن وهترفعه بثمانية آذار كل ثائر سوري. مرحبا أختي مجد. أهلا سيد جلال. أهلا وسهلا فيكي سيدة مجد. يعني أنت كسورية بتخلي اليوم كل السورياتك يفخروا بالمرأة السورية وبشجاعة المرأة السورية. طبعا معاناتك واضحة جدا، لو حدثتينا أكثر بصوت مجد شربجي وبكلامك اللي عم تخاطبي فيه اليوم كل السيدات السوريات اللي عم يسمعونا اليوم. بصراحة معاناتي هي مو بس معاناتي لوحدي، هي معاناة كل أم وكل زوجة وكل أخت موجودة بسوريا. ويمكن يعني قبولي لهيك جائزة رغم ترددي بالأول هو كمان قدر وصل أصوات كثير من النساء اللي هن عم يعانوا من الظلم بسوريا وما عم يقدر توصل أصواتهم يعني. فبتمنى إنه هالجائزة هي تخليني إنه أكون منبر لكثير أصوات مقموعة بسوريا، رغم إنه هي ضحك يعني رغم تقصيرها ما عم يقدر يوصل أصواتهم. طيب سيدة مجد، الآن نحن يعني على أبواب السنة الخامسة للثورة السورية، بداية يعني السنة يعني الخامسة. تمام، ف إلى أين بكل هاي الإنجازات أو الواجب اللي بدي أقول إنه عملتي لأولاد بلدك بعد هال4 سنوات من كل هذا اللي صار معك، وين بتشوف الثورة مجد؟ وين بتشوفها الآن؟ بصراحة أنا يعني من وقت ما بدأت الثورة كنت بقول يعني نفس الكلام وما زلت بقوله، إنه أنا على طول بالثورة أعول على الشعب. الشعب لما بقول كلمته، لما هو بيكون بده حرية لبلده وبده بلده يصير بلد قانون وبلد ديمقراطي، ما في حدا بيقدر يوقف وجهه. قد ما كانت الدول لو دول وقفت، لو العالم كله وقف ضده، بس هو رح يقدر بالأخير ينتصر.
بس نحن مشكلتنا بالشعب انه شعب كان مغير تماما عن اي مفاهيم يعني للدولة الديمقراطية اللي نحن عم نناديلها من بداية الثورة. وهذا الشيء طبعا كان بسبب القمع الاسدي اللي كان من على زمن الاب حافظ ورجع بشار ثم البنفسجي السياسي. فانا بقول انه بالنهايه الشعب لازم قبل ما نطلب من العالم يساعدنا لازم نحن نساعد انفسنا، ونساعد انفسنا لما نحن نوعى للشيء اللي بدنا اياه ولشكل البلد اللي نحن بدنا اياها، ويصير الشعب قادر على انه يقرر مصيره ويختار يلي بده اياه. فكرمال هيك انا من بدايه الثوره وحتى اللحظه هي ولو حتى ممكن كان انه بدي ضل عم نشتغل على توعيه الشعب السوري واعاده يعني تاهيله لحتى يصير مواطن فعال ببلده. قديش في نتيجه سيدي مجد؟ قديش في نتيجه؟ يعني كلنا يمكن، او مثلا انا كنت اشتغل مع الاطفال على الموضوع السايكودراما يعني بالمخيمات. بدي اسالك على الموضوع الاخر اللي انت عم تشتغلي معه على السيدات، قديش في نتيجه تجاوب من هدول النساء، وقديش بتلاقي انه هذا المشروع ممكن يحقق يعني المرجو منه بكره بالمستقبل؟ يعني هل هي نقاط ملموسة حتكون بعد فترة؟ بصراحة في نتائج ملموسة. أنا هذا الشيء عم نسمع النساء اللي نحن عم نشتغل معهم بلبنان وعم نكون على يعني تواصل مع النساء اللي بالداخل السوري بالمراكز اللي قلنا بالداخل. في نتائج جدا ملموسة لما بدوما بينقصف المركز بدوما مرتين وبيرجعوا النساء بأسس المركز الثاني وبردوا بيرجعوا بيكملوا. هذا معناته أنه في تطور، معناتها الامرأة السورية حابة تتعلم، حابة تتطور، حابة تبني نفسها. نفس الشيء باللبنان لما رغم كل ظروفهم السيئة وكل الظروف اللي عم يعيشوها عم يدخلوا المركز وعم يحاولوا يتعلموا أول دولة إنجليزي وثاني دورة لحتى وصلوا للمستوى الرابع والخامس وعم يحاولوا يتثقفوا بكل المجالات. هذا معنى إنه المرأة السورية اللي عم تحاول تبني حالها. وأنا أرى إن المرأة هي رح يكون لها دور كبير بحل النزاع بسوريا. يعني الآن معول يعني معول، وخاصة يعني بعد الثورات، يعني بعد الثورات الكبيرة في كل التاريخ، يعني دائما يعول على المرأة لأنه فقدان الشباب بيكون العدد أكبر بكتير. فيعني هلأ يعني إذا بدنا نحكي على الموضوع بشكل واقعي، في بيوت قايمة على كتاف المرأة، يعني قايمة على يعني على إيديها، يعني حتى ممكن يكون زوجها مثلا مصاب أو زوجها مشلول أو إلى آخره. طبعا يعني ندعي لهم بشفاء. شو بتحسي الآن دور المرأة غير الاجتماعي، دور المرأة السياسي؟ نحن عم نفتقد لدور المرأة السياسي، دور المرأة يعني القيادي نوعا ما. هلا نحن اللي عم نشتغله بمراكزنا هو تفعيل، يعني انه هو تفعيل النساء ولحتى يصيروا قيادية صراحة. يعني ما عم نشتغل فقط على الجوانب الاجتماعية او الجوانب الاقتصادية، تمكين المرأة اقتصاديا. احنا عم نشتغل جدا على امور سياسية، وهي عم نعمل ورشات عن القيادة، عن مهارات التواصل، عن النظام المدنية، عن شكل الدولة الديمقراطية، عن مبادئ الديمقراطية. هاي الأمور كلها عم نعطيها للنساء بالمراكز النساء الآن. طيب. وهنا عم نكون عندهم تقبل كبير جدا لهي المواضيع. طبعا هلأ نحن ما بنقدر نقول أنه بعد 40 سنة قمع بدنا نلاقي، وبعد 4 سنين حرب بدنا نشوف يعني تغيرات يعني جذرية أو مباشرة. صح. تماما. أنا بقول إنه يمكن إحنا نحتاج لنفس الوقت. وأنا أول ما افتتحت المركز الموظفين اللي كانوا الفريق اللي كان عم يشتغل معي، أول ما بلشت قلت لهم يعني جملة إنه إذا أنتوا عم تشتغلوا لتشوفوا نتائج سريعة لحدا يشتغل. إحنا عم نشتغل بجوز ما نشوف شيء بحياتنا. طيب. على حياتنا إحنا ما نقدر نشوف، ولكن أنتوا عم تشتغلوا من أجل تمام. جيل قادم تماما لحتى يشوف سوريا بعين غير طبعاً. العين اللي شفناها فيها تماما. فنحن ما بدي اشتغل على المدى القريب، انا بدي اشتغل على المدى البعيد. طيب الراهبة السورية ماري كلود نداف عام 2010 أخذت نفس الجائزة. رزان زيتوني الله يفك أسرة ويرجع لنا إياها ب 2013 أخذت نفس الجائزة. مجد شربجي الآن رح تأخذ هي الجائزة.
طبعا اللي بدي أقوله أنه لو كانت هي جائزة بتقدمها لحدا، لمين بتقدمها مجد؟ بصراحة أنا بقدمها لكل أم سورية ضحت بهالثورة وقدمت أولاد يعني بهالثورة السورية، قدمها لكل معتقل داخل المعتقل. أنا كنت معتقل وبعرف شو معاناة المعتقل بالسجون النظام، قدمها لكل معتقل داخل السجون عم يموت بصمت بظل يعني صمت العالم كله. يعني أنا لهي وبتمنى أن أقدر أكون يعني على قدر من المسؤولية من هالجائزة وأقدر أوصل صوت وأقدر أفيد يعني ولو بجزء بسيط بقضية المعتقلين والضغط على كرمال الإفراج عنهم وقضية دعم النساء والتعليم للأطفال. طيب سيدة مجد، عندك أطفال؟ طبعا عندي 3. عندك 3، كيف بيشوفوا أكبر واحد؟ خلينا نحكي شوي هيك يعني أنا ما بحب تبع المذيعين الأسئلة والأجوبة. أدي أكبر واحد أدي أكبر واحد فيون؟ عندي أنا عمره 11 سنة وجودي عمره 2 وحمزة عمره 5 سنين. نعم. طيب أنس كيف بيشوف الثورة؟ أنا يعني هنا بصراحة أولادي يعني عانوا معنا من بداية الثورة وهم عاشوا معنا كل الأحداث، وخصوصا فكرة اعتقالي أنا واعتقال أبوهم ورجعت نزلت ستهم بالطلعان على لبنان، فكانوا اعتقلوها كانوا معها وقفوهم بالفرقة الرابعة لمدة 6 ساعات. يعني وقفوا الأطفال طبعا وقفوا الأطفال بعدين يعني جت أحد من أقربائي وأخذهم. فهن يعني عايشين كل الأحداث، هن يعني أنا بتشكرهم هلا لأنه هن متحمليني لأنه تغيب عنهم أنه يعني وهن يعني شكرهم أنه هن يعني حكيت معهم بصراحة قبل ما أجي على أمريكا هن فرحانين بالشيء اللي أنا عم أقوم فيه. وأنا ما ردي يعني غرغم كثير من الضغوط اللي يعني من أهلي أنه طلع الأولاد على فرنسا لأنه في فرنسا كرمال مستقبل وتعليم خصوصا بعد مستشفى زوجي يعني. بس أنا مصرة جدا على أنه هم يبقوا معي وباللبنان ويضلوا يعني يعني عايشين هذا الواقع، وما أحاول يعني بعدهم أو أغربهم من الواقع. نعم. لأنه بحس لما نحن طلعنا ثورة كرمال يعني كرمال نبني سوريا لهذا الجيل، مو كرمال نغرب هذا الجيل ويفقد الانتماء لبلده. نعم سيدة مجد، حضرتك من مواليد 1981 يعني أنت صبية يعني هلا أنا وياك بأمر واحد أوكي كم. هي صبية بس أنت كبران ختيار صاير. سيدة مجد، قديش كامرأة سورية يعني بعمر الصبا قديش عم بتواجه هلا المرأة السورية العديد من الصعوبات؟ أنت كمجد شربجي كيف تحديتي المجتمع، خاصة أنه بتعرفي إحنا مجتمعنا شرقي نوعا ما، فما بالك لما أنت تتحدي كل هالمجتمع لحتى تنالي جائزة المرأة الشجاعة؟ بصراحة في تحديات يعني كبيرة جدا يعني هل بتعملي على تغيير نظرة المجتمع للمرأة بشكل عام والمرأة السورية بشكل خاص؟ طبعا يعني لازم المرأة طبعا أنا مالي مع أنه وقت فتحنا المركز كثير يعني سمعت كلام من الوسط الذكوري أنه شو تكون تعلموا النساء على رجالهم وكذا. أبدا ما كانت يعني أبدا نحن ما منحرض امرأة على أنه تروح مثلا أنه والله تطلع على زوجها بطعمة أو بطعمة أو بأي سبب أو كذا يعني أكيد. أنه هذا هدفنا، بالعكس نحن صرنا بعدين نشتغل على موضوع الإرشاد الأسري وحتى نشتغل يعني على تمكين الأسرة بشكل عام وحتى نشتغل فيهم الرجل. أنا بهمني الأسرة ككل، الأسرة السورية هي تبني نفسها وتبلش تتطور وليس فقط المرأة بس. أنا أعول هلأ أكثر عن المرأة لأنه هي اللي يعني بصراحة مع فقدان عدد كبير من الرجال يعني في الثورة. بس أنا أرى أن المرأة بصراحة جد يعني هذا ما يعني اللي عم شوفه بلبنان لا يتنظم النظام والتشريد واللي عانينا في ظلم المجتمع والكلام والفرفرة على طول عن النساء يعني من غير أي حق يعني المرأة تطلع. لكن المرأة السورية حاليا عم تلعب دور الرجل ودور الأم ودور المرأة ودور الأخت، فقديش يعني هذا الحمل الثقيل على المرأة يعني خاصة بالظروف الحالية في البعد عن الوطن، البعد عن الأهل، البعد عن
يعني الغربة بشكل عام؟ بصراحة هو يعني قاسي جدا، وخصوصا الغربة. يعني أنا جربت الاعتقال، جربت فقدان الأب لأن بابا توفى قبل ما اعتقل، جربت فقدان الزوج، بس موضوع البعد عن الوطن، عن أهلك، عن بيئتك، عن هذا شيء كثير يعني صعب. هلا هذا اللي بده ينقلني على يعني نقطة قبل شوي قلتيها، يعني نقطة أنا بلاقيها مهمة جدا، يعني حتى يعني أثرت فيني شخصيا. جاكي لجوء أكثر من مرة، ويمكن قلتي بدك تدرسي الأولاد بفرنسا ومستقبلهم أحسن بفرنسا، أنت رفضتي هذا الشيء. بدي تتوسعي بهي النقطة أكثر شوي، لأنه في ناس كتير إجاهم لجوء، يعني أنا شخصيا إجاني مرتين لجوء على فرنسا وما رحت. فيعني تحكي لنا أكثر عن هذا الإصرار، كيف بيكون، ليش عم تساوي هذا الشيء، شو الفرق بين إنه قاعدين بلبنان ولا يقعدوا بفرنسا؟ يعني شو يعني هلا قريبين هن على أرض الواقع، يعني مثلا فقط جغرافيا؟ هلا أولا لبنان ليس بعيدا عن سوريا كوضع، يعني كوضع عام بشكل عام. ككل شيء هو بيشبه كثير سوريا، غير انه نحن عم نعيش نوعا ما بلبنان، يعني كثير من يعني عايشين نفس القضيه، الناس عم تعاني من نفس الامور، من نفس عم تعاني من ثورتنا، حتى مو من ثورتنا، قصدي من الازمه اللي هي بسوريا بسبب وجود الحزب ودخول داعش الى عرسال. يعني كثير امور عم نعيشها بلبنان هي كثير شبيهه بالوضع السوري، وكلنا بنعرف انه لبنان هو غير منفصل عن سوريا ايضا، يعني من زمان وحتى الان. هي نقطة. النقطة الأخرى هي وجود 1.5 مليون سوري في لبنان، يعني الشعب السوري كله هلا حاليا متواجد بلبنان. فإنه طيب يعني بصراحة اللي طلع وطالب بالفردية وكان بده ثورة هو إحنا ماشي، يعني العالم يمكن كانت يعني ما بده كل هالشيء اللي صار. صحيح، مو معقول نحن اللي طالبنا. قصدك مو كل اللي بالمخيمات هن شاركوا بالثورة، هن كانوا بلحظة من لحظات طلعوا تمام. يعني تماما هي صار عليهم. فمو معقول نحن يلي نحن يعني قلنا بدنا الثوره نطلع نتركهم تمام. الشغله الثالثه، الناشطين السوريين بلبنان كثير عم يتقلصوا، لانه لبنان وضع الامني صار نوعا ما سيء، فكل ما اعدادهم عم تتقلص، والمنظمات السوريه اللي عم تشتغل كل ما عم تصير قليله على الارض. كمان هي نقطه يعني طبعا انا بحس احيانا بالخيانه، انه طب هدول العالم بدك تتركهم يعني اذا بتطلع. شغله اخيره، انه لا اولادي هم عايشين واقع، يعني وقت العاصفه الثلجيه اولادي طلعوا وزعوا معي معطوط على العالم، يعني انه هم مهما يكون في شيء كل يوم عم يعيشوه، يعني عرفت كيف عم يشوفوه يعني. فلما مجرد انك تطلع. شغله الخامسه، الشعب اللي عايش باللبنان هو اول شعب رح يرجع لسوريا لما شوي رح تتحسن الأوضاع بسوريا. أما اللي عايش بفرنسا يعني خلاص، يعني يمكن هذا بصير بيجي على سوريا زيارات، لأنه سوريا هي لما رح نرجع لها أكيد بدها جهد جبار. قصدك يكون في يعني بالنسبة له صار في وطن بديل اسمه فرنسا أو تمام. أي يعني تمام. ما عم نحكي على فرنسا بالضبط، يعني على أي جزء آخر يعني. تمام، هي أي بلد يعني بالنهاية هو القصد إنه فرنسا. فأنا بحس يعني إنه يعني ما بعرف، هي وجهة نظري ولا ألوم حدا طلع، يعني ما أنا محكي حاليا أنا، يعني أنا أبدا أصد بشكل يعني كثير شيء إنه أخلي أولادي يعيشوا برا أو حتى أنا أطلع، يعني إلا إذا يعني وصلت الأمور لدرجة يعني المستحيلة مستحيلة تماما الحياة. بس إنه أنا يعني مؤمنة بقضيتي، مؤمنة بثورتي، وأنا اللي اخترتها وبعرف شو عواقبها لما نبلشها. طيب هي الثورة سيدة مجد الآن أنت المؤمنة فيها واللي اخترتيها، إذا بدنا نقول إنه أنت الآن عم تتقلدي هاي الجائزة، فأنت في ناس، في أقل شيء عم لك النساء السوريات اللي عم يسمعوكي، مو بس شو بتقولي لهم، شو بتقولي لهم عن مستقبل هاي الثورة؟ إمتى هاي الوعود حتتحقق؟ هلا يعني انا ما بقى يعني ما عم لك تعطيني مواعيد، اكيد قصدي كيف واذا عملنا هيك بتتحقق هاي الوعود. هلا اكيد لما نحن كشعب بنوعى لانفسنا
كنا بنعرف الاختلافات اللي عم تصير بالداخل السوري حتى كمعارضة، قديش هذا أثر على الإعلام على مجريات الأحداث وعلى على مسار الثورة. فأكيد لما نحن بنوعى لأنفسنا أكيد الأمور رح تصير أفضل، وهذا الشيء ما يعني ما حيصير لحتى الشعب يصير عاد عنده وعي كافي لشو بالضبط هو بده. بس أنا أرى إنه الثورة أقل شيء حققت لنا شغلة، اللي هي حققت لنا ذاتنا. يكفينا فخرة أنه نحن قدرنا نقول لا لمجرم، يمكن أكبر الدول ما قدرانا توقف وجهه هلا. يعني أنا بحس أنه هذا هو بحد ذاته إنجاز. صح نحن تدمرت يعني البلد وخطرنا كثير عالم، بس أنه بالنهاية ما بحس في شيء راح يضيع، وما بتمنى نهار نرجع يعني نرجع لما قبل. يعني في أمل سي، يعني أنت طبعاً. سيدي مجد شربجي لسه مؤمنة أنه الثورة ستحقق كل يعني طبعاً. أهدافها ومتطلعاتها. أكيد. نعم بدي أتشكرك جدا مجد. جزيلا سيدة مجد، وبدي طبعا يعني آية كمان تشكرك قطعت، أنا آسف. لا ولا يهمك. بدي أهديكي مقطع يعني صوت، هو مو غنية يعني، أنا ما هأهديكي غنية، هأهديكي مقطع صوت من مظاهرات نسائية في دارية وفي دمشق وفي حمص وباقي المدن السورية. خليكي على السمع وشكرا كتير لك. بدك تسقط يا بشار بردة الله القوية.
العوية. وشكرا لك جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا من بانياف الحره، حره بنت حره. اهالي بانياف عم تحاصروا راس النبع، محاصرينه الدار مع صغار. انا من قريه المرعب، دخلوا علينا الجيش، عطشنا الجيش، اخذونا. طلع الجيش والشبيحه مش تلحقنا بعضهم. الله اكبر عليا. بنت بنيه، قالوا لي بنت بنيه، بنيه اصلا عاجز، بنيه اصلا معاق. صار لي 4 ايام بتلوى على بنيي يا ناس، رد علي قالوا لي وينو بنيي يا ناس. نازلي مشان ايد اهل درعا، مشان ضد الطغيان، ضد المزرة اللي حدثت بحمص في الساحة، في ساحة المدينة. انا سورية وإلي فخر اني اكون سورية، وعلي اردنية، وعلي شهر جلال سيدنا. انا بناشد كل الدنيا مشان النبي. يا سامعين الصوت يا أهل العرب، يا عرب، يا أخوة، اللي بيو شيمة، اللي بيو شحامة، الكل ساعدوا هالزرعة. شو قالوا لي؟ شو قال يا داد؟ أخوتي راحوا، عزوتنا راحت، زرعاء راحت، أم الخير. يا الله أنت تأخذ حق المظلوم، أو تبعت للخاين وجعة وتزيد هموم. لك يا الله أنت تأخذ حق المظلوم، أو تبعت للخاين وجعة وتزيد هموم. أو يوم الليل قا ربه وشه المفهوم، عذاب الخاين يا باشر عند الله علوم. آه 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 يا حمص مجاري. Thank you.